بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، أنا في صواحلي ما أقهنه، لكن آيات كلها آخرين أيها وحان قرتين لقوا الرمى بر الوالدين وحان اسكو دايدونا انتي ونصوص أخرية إنان كتاقو بل أننا إنان إنكو بيرين كرا إنان تلبابا أنو قهرين مركا نكور رنو لبدا والدي يوسما فالكودة أفر سورة دادا قرآن إلهي وحكو تلمام وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة نساء انعام يسرى في سورة الأحقافنا وبوالديه إحسانا شنطاء يدود إلهي إحسان بكو تلمام الله سمي في سورة العنكبوتنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إلهي تلمام في سورة لقمان إلهي وحد تلمام أيضا مطلقة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن مركان انت اسكو درتو دبدا ايادوت احسان يا حسن شيغيه وان والدك لو سما فلو الى اي سبحانه وتعالى ايات بدن وكلو قران ابو كغه ورميا والدك يا سدا لوو سما فليو وحك لو قران كو ينو تلماميا وسما فلك والدك ان انو كخدنين دينته وهيستو والدك ينو مسلم يا هي يينو قال يا هي إنه فاسق يا هي إنه فاجر يا مدنا بكم حنا هدو والد بن نقضى والصفة سلية يا هي إنه والد يا هي وحلي يا هي إن لاصم فله صدر أدد بإلهي إلهي وحكت المام يا سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة بإلهي المام وصاحبهما في الدنيا معروفة لبدا والد إلهي وحي حقي ساهدي كويدا هدان كتكا كاقبال باليل أما وحكا صهره وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لبدا يدودا نخري لبدا بإلهي وحكوت المام يا والدك إنو السمفلي يا هي أدون كان لوغو سمفل أيوه دين تاو هايستا وحي دون تبه النغطيه سيدا أوغيد بحد دريم إيسا إلهي سبحانه وتعالى منزل دا والدك سيدا ووحوشي أما سيوغا ورميه بل مرك إلهي سبحانه وتعالى أنبياء دا قرآن كو أماني النبي كم دا إلهي وحكو أماني إني والدك قادوا سمفلا هاي سيدا ردد با إلهي النبي يحيى وحكو تلمامي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا إنو هامد الصمفلة لبدي سوالد منا أهين با إلهي لي جبارا عصيا مد جبروت يعني لبدا آيادات الدنبان تلمامي دون آيادا يا آيادا الدنبابا إلهي وحكو تلمامي والد كوال لو سبب فلوايا إني جبار نمطهي سدردت بإلهي إلهي نبي عيسى وحكت المامية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والدك مركز حدات سما فلكي سكتك تو وتجبر يتكبر أي إلهي سبحانه وتعالى كت المامية شقي يعسنا ولقت المامية إنه قف عاصي يا هي وقف شقي يا هي وصفات كحن حن لا يا هي بإلهي كصفين يا أنبيادنا لقاء فينا يا ناني تالهين وحقوق فلان طاعة والد لا طيعية سبب فالكودو هالكي قارسي سنتهي قصة إلهي نوغا ورمى يا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل إلهي قرآن كوحكو تلمامي نبي إبراهيم إن إلهي وحيو دي إن ويل كيسي إسماعيل هاقلو يدو الله يتحامي دبتناه إن كيسي مو أصر دومنين من اللقن شبارين وحبك لطونكم السمين ورعبو شيئا يواه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويلكي ومويل يرهي وحا الريال يقوتو سي ورؤيا الأنبياء وحي وحا الله فري إن أنكو قورعوه يبال محايا هذه كلها طهيب ويديني وحلا ويديني يا نبي إسماعيل وحويا والو قورعيا يا سيكو لمغطا إسنوح لأي يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا وحي الله كفر أيال وحادي هل دونته
haddii rabbi xukumo anigoo ka mid ah inta sabirta. Wuxuu ku adeecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo wax ka sokeeya, markaa maxaad u malaynaysaa wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisan tahay. Haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku adeecay inuu gowraca aqbalo, idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay qur-aanka inagu faray. Nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso, iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay, malcuun inuu yahay labada waalidna ka caaq ku noqda. Ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay xuquuqulwaalidaynku. Sidaa awgood waxaanu xoogaa ka tilmaami doonaa xoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya manzilada ay gaadhsiisan yihiin. Saxaabigii la oran jiray Xaarisata bn Nucmaan, xadiidka Ibnu Xibaan warinayo, sheekh Alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo, wuxuu nebigu leeyahay: baynamaa ana aduru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu Xaarisata bnu Nucmaanin kadalika albir. anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ayaan sawt qur-aan nin akhrinaya maqlay, dabeetana waa kuma baan idha, waa Xaarisata bnu Nucmaan baa la yidhi. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albir buu nebigu ku tilmaamayay. waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay, ina khayru taabiciin rajulun yuqaalu lahu uwais walahu waalidatu wakaana bihi bayaad famuruuhu falyastakfir lakum. taabiciin waxa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uwais la yidhaahdo. ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa, waana u samafali jiray, baras buu qabay, cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga, ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala, dabeetana ilaahay waa ka faydo. waxa kaloo nebigu tilmaamayaa saxaabadiisii buu ku leeyahay, haddaa aragtaan dembidhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha. cumar bin alkhataab baa wuxuu raadiyey, xadiidka saxiixu muslim ku yaalla, markay reer muraad ama qaran qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalada jihaadka ahaa, ayuu weydiin jiray war maydinku jiraa ninkaasi. akhiiran waa loo tilmaamay, xadiidka lafdigiisu waa dheer yahay, isagoo kooban baynu tilmaamaynaa. waa loo tilmaamay, wuu helay ninkii warbarastii ninka ka bogsaday barta yaree cadi ku hadhay, adiga mayahaa? wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqloo warkaa sheegaya, ii ducee. markaasu u duceeyey. kadib cumar, waa amiirulmuuminiin, wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa? aan waaliga muslimiinta ee hore governorka muslimkee meeshaad ku socoto xukumaya, aan waraaq kuugu qore. waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso, fii qabra innaas, inaan ka tirsanaado dadka, inta aan la dareemin, inta aan la buunbuunin. qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado, laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh. saa ogeed buu taabicigakani wuxuu leeyahay, waxaan rabaa inaan layba ogaanin aan sidaa ku tago. beri dambe ayuu nin ka soo xajay Yaman, ayuu cumar qisadii u sheegay, uu yidhi ninkaa ma aragtay? haa buu yidhi, waxaan ka yimid buu yidhi isagoo guri yaroo buula ku jira oo maryo dildilaacsan sita, oo laa yaabah bihinnaas, dadku aanay waxba weydiinin. markaasuu yidhi war ninka aad arkayso nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaad aragtaan ka ducaysta oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dheh. ninkii xajkii markuu ka noqday buu uwais u tegey. markaasuu yidhi uwais uu ii ducee. uwais baa yidhi adigaaba iminka xajka ka yima camal saalixa soo sameeyey, safarna ka soo galaya, inoo ducee. markaasuu yidhi maya adigu ducee. dhowr jeer markuu ku celiyey ayuu uwais markii dambe yidhi war ma cumar baad aragta? markaasuu yidhi haa, dabeetana waa u duceeyey, cidna hay sheegin buu yidhi, iskaga tegey. burduu siiyey, maro la xidha buu siiyey. magaaladu waxay isweydiinaysay warkii uwais ahaa maruu helay maanta talowyaa siiyey, yacni ninkani faqri intuu ka qabo iyo xaalkiisu halkuu joogo iyo nebi maxamed halkuu gaadhsiinayo calayhi salaatu wasalaam waa laba kala fog. dadka agtoodana waa ninkaa marada lagu jamanaya, laleeyay maanta maruu helaye, xagguu marada ka keenay? la isweydiinayo. sidaa ogeed ayuha alxiba,
هدو النبي قلت المامة بأنك أوفعنا أما أخير بدنا تابعين صفتك وهذا اللي نقصي وحوي يعني إنه والدك وسما فليشري وحنسيك أبان الدول مريدونا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كسقراطو المامة يا وحيابها تصال لين السين يا وحيابها الله قصما فلو لبدا والد لبدا والد قرآن كوحت المامة إن هذا الكلود دبعيه إن لورد مريه إن لو سما فلو وحي وناغوردن إن لو قبطه وحيدا دان سيدو سورنا يا إمام البخاري في الأدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كوت المامة يو أبا هريرة وحارك إلا من نو استبص عضا مركز ميد بو حكوية ما هذا منك ورنكني محكوية هاي مركز سويدة أبي وآبهي والله من نو وضا صعضا يسدالي أيو أبو هريرة أركي ميد بو يلكني محكوية وويلكي مركز سويدة وآبهي أبو هريرة وحكوية لا تصمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله أبها ولقى مقعيسا ويارين بو يري هبلو هكو أرنين هرتين هسعنين وهذا إسراع دان هكو هرينونا أبها يكو دبقلين هذا فريسان إسان أبها هرتيها فريسان بو أبو هريرة كلي يعني وحو برايا أدب كقفك مسلم كايا والد كسيدة ولدغ ميو وحينو نقانا صم فلكو ده نبي عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح أو هذا مقشان أنت بدن الرياض الصالحين ككو قرآن صدح دين إن جدك جدك قالي الرب ككثير سدي بورت دعو حكوس دلند العودي أدب تنا وضبالي وحي كدو عيستين متبدع آخرية متبدع عدي سوى حي هاي إلى هو دكت هاي إن والد كيوس ما فلتش ريو حولها مركان صاحر أيه عرورتي عدنا إن أنا وحبسين شرين أنا يجا وهر رئيسي مويانة لبدي سوى والده ووين كدب أيام مالين فاف كي حاله ولا دير هذا قردن به بين أبو سوهيدي والد كي يقعد ما يبغى عنه صالصي ده تنوع يصير والد كه توسيني عدد هذين هباتين إنه عنها عدنا هكهر سيني عرورتي سوى هلكن قاتي سن أيو لبدي سوى والد عن الله دول فريست دتك ووين وحلقوا يا قناة إن أنا هردد أدو جب جنين وقفكم مركو داء قارو إنت بدن ويا رس احدا وصوت وص الهي نيكا وي تحمل لبدي والدنا ان ابا وكلا قادي وايه وصحده واغا كبريي اله هو دكتيبولي انت ان عان لا دول فريستين واغو اي بريي سدا ان عانها ولا دول فديان وان عيد كلا سينين اله هو دغه حنغه فيد بولي يعني وا دعو الهي كبريي ان والد وسما فلي دبتنا الهي سبحانه وتعالى كفيد باكا كفلنا ان سو ارورنا حديث ابن ماجه يا غير كيبا ورينيان جابر بن عبد الله أولي إنبا نبي قوي موحولي إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي أرور يحول بوان لايه أبنا إن حوله قاتابو دوني نبي قوي حوكو جواب أنت ومالك لأبيك أدق أيوه حوله بأبها بأسكوله هذا قمر أدي أبها كولي وحد هستطنا إستقاله أبشد أهل إيماني عبد الله بن عمر بن الخطاب وحويمي نن لا يدادو طيسله بن مياس طيسله ونن خوارجتي كميده خوارجتنا افعال بدن وحن حن بي سميان ده تنو توبت كيمه مركاسو عبد الله بن عمر وحو كولاي ور وح بدن با ايغا دحو ديبا ان مخان سميه انت ان خارجيغا ها حروريغا ها وح بدن با سميهي وا كسو توبت كيناي مخان سميه ابن عمر وحو اوغو جوابي أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة نار تمك بقى يسابو يدي ما سربت أين تنقشو يعني كان يوحوغي موانتا هابو يدي إي والله قال أحي والداك ورلبدا دي والد من نول ينبوكو يدي قلت عندي أمي هيا تكتبو يدابا من نوله قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر وكل إلهي ما كنا أرتيه هداد هذا الكود بعيسو قودسو وهي عنتصيسو جنة قلي هداد دنوب تواوين اسكك تكتبوا له يعني ابن عمر ننكا خارج نماذا كسو النغضي لوا طوبتك ياني أعماش وناقة ووت الماما ينو جنكو قلي كروح ووت الماما ينو والدك ينو سمفالو والدك سمفالك ودوحتك قران كرتاه
إني نصوصت إن بدن تلمامسة إن لا أطيعه وإنك سوام الرجل سدي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل دحمرتي نبي قنا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وقبر قرصة يوش علبة ويمي ديت نوحي لها أبهي أيا قبرنا إذي حاس كي قرن عبو حلية فر كل يوم واحد دينك صابصا دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام إنتو عبد الله بن عمر ويريبوك ويري يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك عبد الله بن عمر وقبرنا فربوك ويري نبي عليه الصلاة والسلام وهاطيع أبها مركلة نباوي ما بدردا صحابي اللي ورنشري مركز سويلي ريربان لي هو يدينا مربته وحي فرس أين أنفره أبو درداء وحليه أنا وحن مغلبي ونبي عليه الصلاة والسلام عليه الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع أنا وحن مغلبي نبي قال أب والدك وأوسط أبواب الجنة الباب هذا الجنة ذاك هو وفي عنا مكودة حياة ويا هدات ربطه ده إلى أشياء البابك هدات ربطنا ده أدوس كذا يعدي كشرت أبولي محل الله قصة مفلية سيب دلنت الدمبة هذا يقاط كوعنا ما هو حمبو سمايا ما كمبو سمايا وسعر رئيس أماها والله صم مفلية هدي حق الشيء تينا والله الشيء جيا هدانو أديك كاق هذانا عدو كاق هذانا يو أتقرن السادو تلمامي دونتا كده دال والد كاسانو نارو قلين أدو جد ناريض هايو كدو فحكو غفلا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كقو الرمي النبي إبراهيم يا أبيه سيدو لهدي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيد أبيه أبريه وناك وقت المام يقصد قرآن كسائر ارتبا سعدين وقت المام أنت المام أبا هريري يقصديسي سحاق كسائر ارتبا أبو هريرة وحليه هو يدي بانو ياري شره دين توقو ياري شره قالت بايا هاي مركان دين توقو يارينا ياني نبيكي وحكشيه شرته إساقو حليه كاليو إسلام الدين بوقو ياري يانا وحي وقو جوابي ساعنا أدنما وحي كغبطة مركا كان إني نبيك عليه الصلاة والسلام وحكشيه كتو أنا أوي يان هدنا نبيك وطاقابو عليه الصلاة والسلام مركا ساني دا هذا إلهي رسول كيسيه هو يدي بان دين توقو ياري دبتنا وحن وادي كساب سنبى مقاشيس إلهي إبري أبو هريرة لي هي نبي محمد إن إلهي هو يده هنوني إلهي يويدي نبي عليه الصلاة والسلام إن تقع ما كرت أقول ربي بريء بوحلي اللهم اهدي أم أبي هريرة إلهي يهنوني أبو هريرة هو يدي أنا قد عادي نبي كفر أحسن بو لبان دبو النقض مركان قريجي كدوي البابكي أي قشف قشفت إذا مغشي هو يستقدر يبي مغشي قريونا الباب ما لهين وداه يرولس كدوه مرة سكوا تروار هل كاجا تشوك هل كاجا تشوك مرة سان مغلبي وربيا هستقدر دي بيا يسكش بيسا إلى هيدو عدي النبي محمد بو أقبله أو هو إسلامتي أو دبتنا قال لي ما دي كم ميدان هسا أبو هريرة إنتو سو سعدي بيا إسلامت مرة سان أي تربو يدي هل كاجا تشوك كدي مركي أي غبيسة أي ترسو قلبو يدي وحيق تري يا أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنا قو فرحت هدنا أوه يان كون نقضي بولي نبيه مركي هو رئيسي قو أوه يان وحين نبيه لغا شاكي إيهو يدي قال لما ده حيثاتك أوه يو يمي إما كان أنا أوه يان نبيه كون نقضي بولي عليه الصلاة والسلام مركي أساني لبولي إلهي رسول كسيه وبشاريسه رب الدعوة دي وأقبلي نبيه عليه الصلاة والسلام انتو إلهي أماني وخير يريبو أيان هدنا أبو هريرة وحليه وحن كويري إلهي الرسول كسيه واحد هدنا إيه بريده أنا جيه هو يدي بين هيدت كنرجع عليه سيوه الدوما هالين إلهي نرجع عليه سيوه نبو عليه سلامة وسلام مركلوا أبو هريرة ودعية حديث الصحيح مسلم بقي الله اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين نبو حوق دعية إله هو أدون كاغا كان أدون يرهاغا كان أبا هريرة
isagii iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclay si iyaguna ay jeclaadaan. Aba Hurayra waa idinkaa arkay oo xadiidka Aba Hurayra laga waayo dadku maba rumaysnayn badani. Idan waa jacayl loo qabo Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey. Waxaan leenahay ilaahay u bari, diin ugu yeedh, raalli ahaanshahooda raadi, oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee. Culimmadu waxay dhahdaan xuquuqul waalideynka markay tacriifinayaan waa wax uu ka hado waalidka ayoo aada sheegta bay dhahdaan ayankaan. Saa awgeed baa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, rida rabb fi rida alwaalid wa sakhatu rabbi fi sakhati alwaalid. Ilaahay raalli ahaanshihiisi wuxuu ku jiraa waalidka raalli ahaanshihiisa, cadhada allana waxay ku jirtaa cadhada waalidka baa la yidhi. Waalidka haddaad ka cadhaysiiso waxay u dhowday inaad rabbiga ka cadhaysiisay. Sidaa awgeed waxa uu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho, u fiirso weligaaba cibaado badnow. صحيح مسلم كقصدي كلكوتا لي جريج ان كوت المامو نبي عليه الصلاه والسلام مركو شيغاي صدخ دي المود ضربته كو هادلي وها هو شيغاي نين جريج لا يراهدا انو جيري او عابده او ميل او بخاي كلي ميل كو عبادايستو او غوري انتو دستاي دبا غيره سره غلا او هلكا كلي كو عبادايستا هويدي با سو بوغتو اوتيمي دبتني سوغو صلاه خيدم بو اوتيميو يا جريج بيتري أمي وصلاتي بو يري هوية إيا صلاة دبتنا صلاة دو اسكا وط هوية واسكا نوط ما لنا بات بيتي مي سيدي سيلاك بو غيارد هادانا نيكن وانين عبادة وقاي هوية إيا صلاة بو يري دبتنا صلاة دو اسكا وط مرسا دي حاد بي اوتي مي سيدي يو كلار دعضي دبتنا واي هابارت نيكن عابد كي هالكا كوچيرا إله ويساق يدو مركا حنحن ستوس بيتري waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan. Waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa degnayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan, dabeetana iyadoo Jureyj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay, waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo, anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaatiina oo xumaha jecel. Qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhiga weydaarin doonay aniga igu sima. Way soo baxday Jureyj, way isu bandhigtay, laakiin ninkani cibaadu u go'ay. Qawsaar ama dhoobisa u taqaaniin mid xoola raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay, ilmay dhasha. Yaa dhalay baa la yidhi, ilmahana waxay tidhi Jureyj baa dhalay. Jureyj baa sawmacadiisii baa la dumiyey, meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuuga xumeeyo intuu hablaha weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigaya. Waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi warbal ilmaha u yeedha, ilmihii baa la keena, ilmihii buu gujiyey. Laba ragacdood buu tukado, kadib intuu ilmihii gujiyey yidhi man abuk, war abbaha waayo. Ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadliyey, wuxuu yidhi waa qawsaarka gala adhiga raaca, waa ninka xoolaha jira. Qisadani laba waxbay tilmaamaysaa. Kow, waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda. Waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odag iyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay, waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay. Isagana markii dambe Ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey. Asalna waxaa bay culimmadu leeyihiin faradka loogama baxo, laakiin hadoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad haa tidhaahdo, waayo sunnuhu waa sunne, waalidka inaad u jawaabtaana waa faral. Idan waa inaad ka baxdaa bay culammadu yidhaahdaan aad u jawaabta waalidka. Waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay xadiista ka saxday saddex baryo xagga alle lama celiyo. waxaa ka mid ah dacwatu lwaalid, riwaayaadka qaarkoodna dacwatu lwaalidi calaa waladih ayay tilmaamayaan. Habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya. Siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinnuyu habaarka baranin, inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaad iyo waxa kan habaar buu qabi uun, in badanoo soomaali aanu taaglaana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa, habaarkii loogu duceeyey bay qabaan. Idan waxaa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo, inaanu erayada xun carabkiisa barin,
saa ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa. Waxaan leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye ciduu la saaxiibka inaad xidhiidhiso. Haddaad ogtay cid aabbaha ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay la ahayd inaad xidhiidhiso. Cabdillaahi ibnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu dinaar taabiciga la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda mulmaraya ayaa nin reer baadiyihii ku soo baxay. Dabeetana ibnu cumar baa dameer uu fushanaana siiyey, cumaamadiisiina u furay. Cabdillaahi ibnu dinaar baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiye, reer baadiyuna wax yarbay ku qancaane, haddaad cumaamadda siisay maxaad dameerka ugu dartay, baa dameerkaaga iska fuushanaatay. Wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wuddu cumar buu ahaa, aabbahay saaxiibkii buu ahaa. Marka aabbahay dadku jeclaaya saaxiibka la ahaa, mar hadduu wiil kan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya. Silatu lwaalidi ahlu wuddu aabii, nabigaa yidhi ina abar albir sama, waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen. Waalidka ama aabbaha noqda ama hooyada ha noqdee, intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso. Qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo saddex mooyaane, saddexdaana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu, wiil saalix ah oo u soo duceeya. Bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa. Markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada, ilaahayow intan maan shaqaysana xaggay ka timi? Fayuqaalu biistikfaari waladika lak, waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala. Aabbaha hadduu nool yiiyo, hooyada hadday nool yiiyo, hadday dhinteenba ilaahay uu bari, hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari. Wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey, dabeetana way dhimatay, jaariyaddii waatan hadday igu soo noqotay maxaan sameeyaa? Waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay, dhaxal kare ilaahay baa kuugu soo celiya qaado. Cala kulli xaal, waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj. Waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu baneeyey, taan sharcigu banayn maaha, wixii sharcigu baneeyey cibaado ana u samee. Wa sallallahu alaa muxamadin wa alaa alihi wa saxbihi wasalam, walxamdu lilahi rabbil caalamiin.